وينضم إلينا عبر الهاتف محافظ الحديدة الحسن الطاهر. سيادة المحافظ، تمضي الميليشيات في خروقاتها وانتهاكاتها أيضا، ما الذي يمكن أن تقوم به اللجنة الثلاثية حيال ذلك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، الميليشيات الحوثية تمضي في خروقاتها وانتهاكاتها، ما الذي يمكن أن تقوم به اللجنة الثلاثية حيال ذلك؟ طبعا من أهم مهام اللجنة الثلاثية نعم إيقاف الإطلاق النافذ في كثير من النقاط في كل المحافظة يعني. وإن شاء الله سيتم قريبا يعني حسم هذا الأمر. أما الميليشيا الحوثية فهذا دعمها وهذا مرض فيهم هذه الاختراقات هذه، لكن إنما إن شاء الله قريبا خلال الساعات القادمة تسمعوا ما يسركم. نعم، اللجنة الثلاثية استأنفت اجتماعاتها، ما هو الجديد الذي خرجت به؟ نعم، ما زالوا مجتمعين الآن وسوف يسمعهم، وإن شاء الله طبعا الغالب سيكون إن شاء الله خروج إيجابي وأشياء إيجابية. نعم، نتمنى ذلك أيضا، نتمنى ذلك. نعم نعم، المحاولات لتسليم واستلام ميناء الحديدة طبعا لعناصرها قامت بذلك ميليشيات الحوثي في مساحية واضحة، هل ستنجح اللجنة في إقناع الميليشيات بتنفيذ الاتفاق برأيك؟ هذا أمر طبعا مرفوض وحكومة تفصيلة، ولا بد أن تسلم الميناء للحكومة الشرعية، ولا بد أن نستلم الميناء نحن ممثل الحكومة. نعم، كيف وجدتم الاستجابة من الأطراف الأخرى في تسليم ميناء الحديدة؟ طبعا المراوغة ما زالت مستمرة، إنما نحن جئنا ليس للمفاوضة وإنما لنطبق اتفاقية تم الاتفاق عليها بإشراف عمومي، ولا نحن رغم ما فيها من مغارة إلا أننا قبلناها. نعم، وإذا هم لديهم تفسيرات أخرى على هواهم أو على شأنهم، أما نحن متمسكون بها وسنطبقها إن شاء الله تطبيقها سلبا، وإلا سنطبقها أيضا بطريقة أخرى. نعم، كل يوم تشهد محافظة الحديدة مأساة جديدة بسبب قذائف الميليشيات التي تستهدف المناطق السكنية أو بعمليات قنص هذا أو هناك، يعني إلى متى برأيك سوف تستمر في ذلك؟ لا، هذا الأمر ينتهي قريب إن شاء الله. استهداف المدنيين واستهداف الأفرد سيتم قريبا، سواء من خلال المشاورات أو من خلال الرد القاسي. نعم نعم، كيف يفهم المجتمع الدولي الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها الميليشيات وأيضا نهبها الآن للمساعدات الإنسانية التي تم الكشف عنها، وما الذي يجب أن تعمله السلطات المحلية حتى توضح الصورة للمجتمع الدولي والمخدوع أيضا بهذه الميليشيات؟ نعم، نحن نوضع كسلطة محلية وضحنا، وأيضا كلجنة لجنة المصري الحكومة وضحت، والتحالف وضحت الاختراقات هذه المتكررة، إنما أعتقد أن هناك أذن مفتوحة وأذن أخرى مغلقة من الأمم المتحدة. هي تستمع إليها في شكواها ولا تستمع إليها. نعم، شكرا جزيلا محافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر.